خلف الحصار ثمة مقاومة من نوع آخر تشارك في رفض الموت، رغبة في الحياة ومحاولة لنسيان مآسي الحرب ومشاهد الدمار. هنا في ميدان الشهداء وسط مدينة تعز، حيث المهرجان العيدي السنوي الذي يحييه كوكبة من نجوم الفن، تحضر الجماهير لتعلن هنا أنها أقوى من كل التحديات. أجواء عيدية في محافظة تعز رغم الحصار رغم الحرب لأنها تعز، فاليوم أجواء عيدية ثانية أيام العيد الأضحى، أنا والعائلة وهذه هي تعز أمامكم تغني وترقص. يتوافد أبناء المدينة إلى مدرجات الملعب رغبة في التخفيف من الضغوط النفسية التي خلفتها حرب ميليشيا الحوثي الإرهابية، متسببة في حرمان السكان من التنزه وقضاء إجازة العيد مع الأهل وزيارة الأحباب والتنقل بين القرى والمحافظات السياحية المجاورة. هنا يجد أبناء تعز ضالتهم في الترفيه والتنفيس عن أنفسهم والإحساس ولو بجزء يسير من الراحة. أجينا اليوم طبعا لأنه في حفل طبع الفنانين الكرام، وجينا نحضر نشوف الحفل يعني ونعيش أجواء العيد. الجو تمام ما في حاجة، إن شاء الله وإن شاء الله يستمر كذا. جينا نتنزه نشوف الاحتفالات يعني خدوا شوف أنت وضع اليمن كيف، يعني الوضع كيف بالبيت. ابتسامات أمل ترتسم على محيى الصغار والكبار، الجميع هنا متعطش للفرح كما لو أنهم لم يعيشوه من قبل، وهكذا تفعل الحروب والأزمات وأكثر. وسط زحمة المعاناة التي يتجرعها سكان المدينة جراء الحرب والحصار المستمر للعام التاسع على التوالي، لا ينسى هؤلاء أن يتجمعوا لينالوا قسطا من الفرح، يحاولون انتزاع العيد رغم الظروف القاهرة التي لا يمكن أن تكون حاجزا بينهم وبين الشعور بالحياة كما يقولون. أيمن قائد، يمن شباب، تعز.